بخطوات متسارعة تسارع نبض قلب فرح متلهف ترافق مروى والدتها لتسبق الزمن في عيش حلم الأمس واقع اليوم. بكرنا صباح بكري بها نلحقوا هنايا، فرحة كبيرة ما نقدرش نعبرها لك بعد مدة طويلة ياسر. ويبتر لا جايين وفرحانين وزاهيين. هي فرحة جمعت أكثر من 300 مستفيد من سكنات بمختلف الصياغة، شملت منح مقررات الاستفادة من سكنات عمومية إيجارية وأخرى ريفية. الملف تاعي هذا كان 16 سنة والحمد لله يضربك استحنا ربي بهذا الاستفادة من السكن الاجتماعي. الحمد لله رانا استفدنا من السكن الاجتماعي والعقوبة اللي راهم مغبونين كما غبنا وربي ثاني فرج عليهم. اليوم فرحة لا تعوض، هذا عرس كبير بعد المعاناة رانا في مدة كبيرة كما نقولوا. الحمد لله يا ربي ربي يفرج. ملامح الجزائر الجديدة هي ظاهرة على الموجود. ظاهرة على الموجود. هذا كما يقول لك الإنسان راه يشوف فيها في ما تقدرش تعبر، ما تقدرش توقعها واش رانا نشوفوا درك ومع كيف كنا عايشين بكري. اليوم الحمد لله. العملية تدخل ضمن برنامج الولاية الخاص بقطاع السكن الحامل لمواعيد مماثلة مستقبلا. في توزيع ما لا يقل على 1000 سكن كذلك اجتماعي إيجاري في سنة 2023 بحول الله. طلب بصراحة يفوق 80,000 طلب سكن اجتماعي إيجاري على مستوى الولاية. وآلاف سكن حوالي 60,000 طلب كذلك للسكن الريفي. إذا نحن بصدد إحصاء الأولويات بصدد رصد السحول العقارية من أجل طبعا توطين المشاريع للتوطين اللي يمكننا باش يكون الإنجاز في أقرب وقت. وفي انتظار تجسيد هذه البرامج تكون ولاية شلفة قد قطعت شوطا كبيرا في توفير سكن لائق لكل مواطن.